كاد العراق أن يستقبل العام الجديد بكارثة كبرى تعيد إلى الأذهان كارثة انفجار مرفأ بيروت، لكن الصدفة المحضة حالت دون وقوع الكارثة، وبنفس الوقت كشفت عن خيوط جديدة في شبكة الصراع الدولي حول العراق ودور الأدوات الداخلية في تنفيذه. سفينة تحمل العلم الليبيري على مقربة من مياه البصرة احتاجت إلى وقود، واستدعت تدخل فريق الصيانة الذي صدم من هول ما رأى. لغم بحري لاصق شديد الانفجار مثبت في السفينة، فاستدعي فريق مختص من العراق واجه صعوبة في تفكيك اللغم والتعامل معه. أميال قليلة أنقذت ميناء البصرة من الكارثة المخطط لها بحسب خبراء لنسف الميناء بشكل كامل، وعليه سيتعطل تصدير النفط لمدة سنة كاملة في أقل تقدير. اللغم، شكله وقرائنه كلها تشير إلى يد إيرانية قامت بوضعه، إذ يكشف التاريخ القريب عن سلسلة هجمات من الألغام المماثلة استهدفت ناقلات النفط بالقرب من مضيق هرمز، واتهمت إيران بالوقوف خلفها. ومؤخرا شهدت السواحل السعودية هجمات مشابهة استهدفت سفنا وناقلات نفط في البحر الأحمر. قالت الرياض إن الحوثيين المدعومين من إيران يقفون خلفها. وربط خبراء غربيون في مجال الدفاع بين اللغم المكتشف في الناقلة قبالة السواحل العراقية وبين تلك الألغام التي يصنعها الحرس الثوري ويستخدمها الحوثيون. ولتقصي آثار المتهم يلزم الوقوف على خلفية ما يجري في البصرة، حيث تصاعدت حدة الخلافات بين حكومة الكاظمي والميليشيات الإيرانية بشأن مشروع ميناء الفاو الحيوي، إذ تعاقدت الحكومة مع شركة دايو الكورية الجنوبية، فيما تحاول القوى الموالية لطهران منحها لشركات صينية. وقبل يوم من الحادثة زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي يكتب تغريدة على تويتر يصف الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع شركة دايو بأنها جريمة كبرى، وهدد بوقفها باستخدام القوة. وأي قوة أكثر وأشد جرما من إحالة الميناء إلى رماد؟ على مبدأ إن لم تكن لي صفقة هذا الميناء فلن تكون لغيري.